السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى معايا كده جولتنا في السوبر ماركت، وهنشوف الاسعار اللي موجودة وايه هي العروض اللي هم عاملينها. كمان ده سوبر ماركت المحلاوي ماركت في مدينة نصر، من اكبر المحلات او المولات اللي موجودة، وكمان الاسعار هناك تعتبر ارخص من اي مكان تاني. هندخل مع بعض كده الفيديو ونتابع ايه الحاجات اللي موجودة. طبعا اشتريت شوية مشتريات، مرضتش اخلي المشتريات مع فيديو الجولة هنا في السوبر ماركت، ان شاء الله هخليها لكم جولة يعني فيديو لوحده كده، نشوف المشتريات اللي جبناها وايه الاسعار. وان شاء الله كده الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من بيت العيلة الكبير مع عبيد. بصوا هنا احنا جايين، ادي ده المحلاوي، وهندخل. طبعا هو ليه كذا فرع في مدينة نصر، في هايبر كبير كمان في مدينة نصر اسمه المحلاوي. تعالوا معايا كده وندخل ونشوف الاخبار. بصوا هنا ال 500 جرام 31 جنيه 75 قرش. المايونيز دي 350 جرام ب 27.5، دي ب 27.5. دي ايلو جواد فرنس مايونيز 200 جرام 18 جنيه. المستردة الدرة دي 43.5، 43.5 المستردة دي. المراعي فرانك دي مش عارفة سعرها كام. ثلاثة وسبعين المراعي فرانك. دي ستة ومعاها اتنين هدايا. الدومتي دي لبن حليب لتر بخمسة وعشرين خمسة وتسعين، يعني بستة وعشرين جنيه، ستة وعشرين جنيه. دي الرز، رز الساعة بتلاتة وتلاتين جنيه الكيلو، اسمها اوفر. لا الساعة، رز الساعة اللي هو ده بتلاتة وتلاتين جنيه. الرز بتلاتة وتلاتين يا جماعة. دي ناسينيا مصرية اللي هي باتناشر ونص، باتناشر جنيه ونص. بص دي اللي هي جهينة، دي على بعضها بأربعة وخمسين جنيه. جهينة لبن كامل اللي هي ست قطع بأربعة مية أربعة وخمسين، دي بمية أربعة وخمسين جنيه، ستة ستة مع بعض. دي اللبن المراعي دي بتلاتين جنيه، دي بتلاتين جنيه. دي لاكتيل حليب كامل الدسم بتمانية وعشرين جنيه، دي بتمانية وعشرين جنيه يا جماعة. ودي برضو حليب المراعي كامل الدسم بتمانية وعشرين، تمانية وعشرين يعني بتسعة وعشرين جنيه، تسعة وعشرين جنيه. بصوا الرز ده اللي هو ألفا ده خمسة كيلو بمية خمسة وأربعين جنيه، بمية خمسة وأربعين جنيه الخمسة كيلو. اللي هو البطرمان العسل اللي هو ده حياة مبادر بطرمان، واحد كيلو، واحد كيلو هدية بواحد واربعين جنيه، باتنين واربعين جنيه. العسل ده باتنين واربعين جنيه. اللي هي الحلواني دي، ده حلواني، حلواني اللي هو ده مية وخمستاشر، واحد كيلو حلاوة طحنية. حلاوة دي مية وخمستاشر جنيه كيلو، دي مش عارفاها كام. الكريستال دي بتلاتة بتمنمية جرام بتلاتة وسبعين جنيه، بتلاتة وسبعين جنيه. أوليفا ديت بمية خمسة وتمانين جنيه اتنين لتر، مية خمسة وتمانين جنيه اتنين لتر. دي توليدو خل بسبعة جنيه خمسة وتسعين، يعني ديت بتمانية جنيه لشيلن، بتمانية جنيه. هاينز خل بستاشر جنيه، الهاينز دي بستاشر جنيه. الكريستال بتسعة وتسعين جنيه خمسة وتسعين قرش، يعني بمية جنيه كيلو ونص كريستال. سافانا مش عارفة دي ميرو سبعة وعشرين ونص، دي بسبعة وعشرين ونص. مستردة كاتشب كيلو سبعة وعشرين ونص.
دي 400 جرام الفول المدمس، 400 جرام اتنين ب22.5، ب22.5 الاتنين. دي بوردون دي ب70 جنيه، 340 جرام ب70 جنيه، 340 جرام يا جماعة دي ب70 جنيه، 70. بصوا في كمان اللي هي الكمارة التونة دي ب140 جرام ب35 جنيه، دي ب35 جنيه. السانشاين ب22.5، سانشاين اللي هي دي ب22 جنيه 75 قرش، 185 جرام ب22 جنيه 75 قرش. دي ب88 جنيه، 88 جنيه. دي عبور لاند جبنة دي ب27 جنيه ونص، دي اللي هي ب27 جنيه ونص. عبور لاند 500 جرام ب27 جنيه ونص. الشوكولاتة دي ب80 جنيه ونص، 850 جرام جليتو، 850 جرام ب80 جنيه ونص. بصوا الزبادي ده دي ب45 جنيه. دي اللاكتيل 100 جرام 12 قطعة ب45 جنيه، 45 جنيه اللي هي اللاكتيل. دي صن زيت اللي هي دي صني ب47 جنيه ونص، 750 جرام ب47 جنيه ونص. دي جاردينيو 18 جنيه 95 قرش، يعني ب19 جنيه، 19 جنيه. الهاينز دي 310 جرام ب45 جنيه، 45 جنيه الهاينز. دي ب22 جنيه ونص اللي هي 400 جرام 2 قطعة ب22 جنيه 45 قرش، يعني 22 جنيه 45 قرش، يعني 2 جنيه 22 جنيه ونص. دي ب47 جنيه ونص، دي ب47 جنيه ونص. مشروم 800 جرام 27 جنيه ونص. الذرة الحلوة، الذرة الحلوة 400 جرام ب25 جنيه. كاليفورنيا ب25 جنيه. الاندومي الشعرية 70 جرام دي 6 جنيه 75 قرش، 6 جنيه 75 قرش. بساطة، فين بساطة دي؟ بساطة اللي هو ايه؟ مكرونة اللي هي دي 350 جرام ب7 جنيه ونص، دي ب7 جنيه ونص، 7 جنيه ونص. هنشوف حاجة تاني كده. الهاينز الصلصة دي 350 جرام ب29، ب30 جنيه، دي ب30 جنيه يا جماعة، 30 جنيه. ثواني نشوف برضو حاجة تانية. دي حلاوة سادة حلواني ب54 جنيه 95 قرش، يعني ب55 جنيه، 530 جرام، 55 جنيه. دي الامتنان اللي هي ديت زهر عسل وامريكانا اللي هي الفول، الاتنين على بعض ب110، سعرهم 110. ورق العنب ده 450 جرام ب27 جنيه 75 قرش، يعني ب28 جنيه الا ربع، اللي هو ورق العنب 28 جنيه الا ربع. بص النيدو دي اللي هي 300 جرام ب95 جنيه، يعني ب94 5، يعني ب95 جنيه اللي هي النيدو دي. النيدو الفتراك ديت 430 جرام ب29 95، يعني ب30 جنيه، دي ب30 جنيه. اللي هي صن توب ده ب7 جنيه 75 قرش. الكيلو البطيخ، كيلو البطيخ ب7 جنيه ونص، الكيلو ب7 جنيه ونص يا جماعة. البطيخ بنص. التفاح ب75 جنيه، التفاح ب75، التفاح ب75. الجزر ب5 جنيه 95 قرش، يعني الجزر ب6 جنيه. الفلفل ب10 ب11 جنيه. الليمون ب20، الليمون ب20 جنيه.
انا عايزه اشوف بس دي سعرها عامل كام. اهي مش عارفه برضو، مش عارفه اجيبها. تعال نشوف الباندا دي ب 35 جنيه، دي ب 35 جنيه 500 جرام ب 35. دي ديري 500 جرام ب 28.5، دي ب 28.5. دي طعمه ب 48، ب 30 جنيه ونص بدل 48 جنيه اللي هي الطعمه. انا بصوا هننزل هنا كده ثواني عشان هنجيب بقية الحاجات من هنا وهتواجد. الكاسة 50 جنيه 4.5 لتر، 255 جنيه. الكريستال 5 لتر ب 356، دي ب 356 جنيه. الزيت الكريستال دي كيلو 600 جرام ب 137 جنيه و 138 جنيه. الزيت دي آلية ب 55، يعني ب 56 جنيه. السمنة هي اللي هي السمنة الصغيرة 750 ب 54 جنيه ونص، دي ب 54 جنيه ونص. دي ب 170 جنيه 2 كيلو ونص، اللي هي الكريستال 2 كيلو ونص ب 170 جنيه. الزيت ده ب 137 جنيه 95 قرش، اللي هو كيلو 600 جرام. الكريستال زيت عباد الشمس 5 لتر ب 356 جنيه ونص، 356 جنيه ونص. آلية 4 اللي هي دي، بصي دي دي ب 255 جنيه، ب 255 جنيه الآلية اللي هي 4 لتر ونص. زيها برضو دي اللي هي دي برضو اللي هي هدية ب 255 جنيه. هلا مش عارفة سعرها كام، مش حاطين سعرها. الزيت اللي هو ده كريستال درة كيلو 600 جرام ب 137 جنيه ونص، 137 جنيه ونص اللي هي بس العروض اللي هي موجودة على السمنة والزيت بس. دي صاني ب 47 جنيه ونص، صاني ب 47 ونص. الفلفل الهالبينو ده حلو قوي على فكرة، ب 24 يعني ب 25 جنيه الفلفل الهالبينو. وده من الزيتون الأخضر الحلقات ب 45 جنيه، والده الاسود ب 45 برضو. بس على فكرة طعمه حلو، يعني انا جربته حلو قوي. الفلفل المكسيكي ده ب 19.95، يعني ب 20 جنيه، ب 20. اللفت ده ب 10 جنيه، ب 10 جنيه. واللفت ده برضو ده جزر ب 10 جنيه. الليمون ب 20 جنيه اللي هو المخلل، الليمون ب 20 جنيه يا جماعه. بس الجبنه الرومي ب 160 جنيه، اللي هي الجبنه الرومي دي ب 160، ودي ب 98 اللي هي الخديوي. ودوت ب 130 جنيه اللي هي دي ب 38 جنيه اللي هي دي. هنمشي بقى. بصي اللي هي ناخد كمان من دي. بصي ده اللي هو ب 13 جنيه ونص اللي بخيره ده، زيه بالظبط عبور لاند 500 جرام برضو، هي ب 11 جنيه 95، يعني ب 12 جنيه بس. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا عرفتوا معايا كده على الحاجات والاسعار اللي موجوده في المحلاوي ماركت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وربنا يرحمنا من غلو الاسعار، وربنا يرفع البلاء والوباء من عنده يا رب. مع السلامه وفي حفظ الله، واستنوا الفيديو الجاي.